من الأمور المحزنة والمؤلمة في نفس الوقت أنك تجد الأحكام الشرعية والثوابت الشرعية والفرائض الربانية أصبحت عند بعض الناس قابلة للأخذ والرد والنقاش والجدل، وعلى رأس هذه القضايا قضية الحجاب. الحجاب قضية لا غبار عليها ولا خلاف فيها، في أنها فريضة فرضها الله عز وجل، والآيات في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرة جدا. لذلك على الإنسان الذي يخشى الله عز وجل أن يسلم وأن يرضى وأن يؤمن وأن يستسلم وينقاد لأوامر الله تبارك وتعالى، رجلا كان أو امرأة، المرأة في التزام الحجاب الشرعي والرجل في عدم الجدال في كلام الله عز وجل. وليكن لسان حالنا كما قال الله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا.